هنروح ليه نجمتنا وسباحتنا الذهبيه فريده عثمان تودع منافسات 100 متر سباحه حره بأولمبياد طوكيو. طبعا ماشي، بس ده ما يمنعش ابدا انجازاتها الكبيره. فريده عثمان خدت طبعا، جت في المركز 33 بعد ما حققت زمن قدره 55 ثانيه و74% من الثانيه. فريده ودعت السباق لان النصف النهائي بيتاهل 16 لاعب فقط. بس خلي بالكم كل الدعم لفريده، لان لسه عندها يوم الجمعه الجايه سباق مهم، والسباق ده الاقرب ليها وهي اللي محققه فيه ارقام 50 متر حره. كل التوفيق ليك يا فريده، وكل التوفيق لابطال مصر. وخليني اقول لكم ان البطوله مستمره، وكل فتره هتلاقي مشتركات ولاعيبه بتشارك. لسه نجومنا بتوع الكاراتيه ما اشتركوش، خلي بالكم لسه ما لعبوش. نجوم الكاراتيه مستنيين منهم كتير جدا، لان الحقيقه عندنا بطله العالم منهم طبعا جيانا فاروق، ومستنيين ومصر كلها مستنيه طبعا انجاز كبير منها.